بس ما بيعطيه وكاله ليقدر ياخذ اسكان. هيدا وبقول انه التفاهم هيك بيقول. اول شيء التفاهم مش هيك بيقول. هلا نين اللي صار بالحدث صار في نوع من كونسنسوس اذا بدك، نوع من التفاهم بين الشيعة اذا بدك او المسيحيين، لانه عايشين وضع سياسي. نحن بتعرفي الهجوم اللي على التيار الوطني من كل الاتجاهات، امريكيا وعربيا ومن كل من كل الجهات علينا هجوم، انه الشيعة ساهموا بهالوضع هذا. انه نحن اوكي، نحن بنفهم هالشيء اللي عم بيصير، بنفهم الخوف اللي موجود عند الاخرين، لهالسبب هيدا عملوا نوع من التفاهم بين بعضهم، ولكن منه موجود بورقه التفاهم. هيدا التفاهم هي اضرب، هيدا التفاهم بين ناس تفاهموا مع بعضهم. في ناس بيتفاهموا على تخطي قانون، ما في قانون. اعزلي لرئيس البلديه، اعزلوه. انتوا اللي عم تدعوا لدوله مدنيه، مش سهله نلاقيته. ناسي اذا بدك تفوتي، انتوا لازم تكونوا فعلا، اذا بدك تفوتي بهالموضوع يا من انت بدك تغطي تحطي قدام عينيك اكرام وما تقشعي شو في وراها، او بدك عم بقول لك هيدا التفاهم صار ضمن ولاد المنطقه، منه هيدا تفاهم سياسي بالنسبه لنا كتيار وطني. نحن اللي بيلزمنا هي ورقه التفاهم مع حزب الله. بس انتم ساكتين عن هذه الممارسات. نعم، اليوم انتم ساكتين عن هاي الممارسات، الشخص مقصود عليكم. يا ست نانسي، انا شو صار في بمنطقه الجليله مثلا؟ بدي اعطيك مثال على اللي صار بالجليله. شو صار؟ صار هجوم طويل عريض على انه في قطعه ارض بيعت سنة 2007 من قبل شخص، هالشخص هيدا باع مساهمة منه لأنه لبناء مدرسة أو مركز خيري لهالناس اللي موجودين هونيك. بالعكس تماما، أنا شفت أن هي كتير كانت منيحة لهذا الشخص بأنه باع بال 2007. أنا بال 2007 هذا الشخص ما كنت أعرفه. الهجوم على مين إجا؟ إجا على نبيل الأولى، لأنه مسلم. هو الشخص؟ هو شخص مسيحي باع شقة للشيعة، لا باع على مؤسسة خيرية شيعية. قامت القيامة مش على شخص، قامت القيامة على نبيل الأولى. ليه؟ لأني أنا تيار وطني، لأنه أنا بيعرفوني أني أنا إنسان علماني، لا أؤمن بالطائفية، أنا أؤمن بالإنسان كإنسان، وأنا بؤمن بعلاقة كل إنسان مع ربه اللي هي العلاقة العمودية بينه وبين ربه. فلهالسبب هيدا عمين كان الضرب؟ عمين كان الهجوم؟ على نبيل الأولى. ما كان الهجوم اذا بدك على اي شخص اخر. فاذا اليوم اي شخص اليوم بلبنان بجرب يحكي بالعلمنه وبجرب يحكي، وخصوصا انه هالارض هيدي انباعت بال 2007 وانا هاي الشخص ما كنت اعرفه ولا معي خبر انه انباعت هاي الشقفه، ولكن حطوها انه نبيل الاولى هو اللي ساهم ببيع شقفه هالارض هيدي الاشياء. بعض النتائج اليوم ما خلصوا، اليوم عم بيروحوا على رئيس البلديه وقوموا بعمليه ضغط على رئيس بلديه جديده اليوم. عم بيقوموا بعمليه ضغط عليه بعض الافرقاء اللبنانيين، مشان شو؟ قال لحتي لي جمدوا الارض ويمنعوا العمار عليها. يعني شوفي لحد وين السخافه اللي نحن عايشين فيها، والهجوم على شخص. بيقولوا بعدين مش بس هيك، انه نبيل الاولى عمل هالشيء هذا لاستفاده ماديه. اي استفاده ماديه؟ انا بدي لبنان يستفيد من انه ضرب كسر الطائفيه اللي نحن عايشين فيها. طيب شوف الهجوم اللي علي، مين دافع عنا بالنقول بهالموضوع؟ اليوم حضرتك عم تحكي، خلي الراي العام يدافع عنك. اذا عم بقول لك اياه انه في هجوم العام يا اليوم في هجوم. بس لما حضرتك تمثل شخصك وتمثل تيار وتكتل، لما حضرتك عندك هذا الموقف، ربما الراي العام المقتنع بهذه العلمانيه بصدقك كشخص، لكن بده يسالك انه بالمقابل بيقول لك انه بالحدد الهجوم عم بيكون مضاد، يعني حتى انه البلديه عم ترفض بقرار ذاتي. بدي اقول لك شغله، انا هون هالشباب اليوم اللي موجودين، خلي بلشوا يحكوا بهالمواضيع هيدي، خلي بلشوا يحكوا. عم بيحكوا. خلي بلشوا يحكوا، انا اللي من بعرف انه في غرباء شو ما كانت طائفتهم، عم بيشتروا اراضي لبنانيه، بوقف بوجهن، واذا واحد لبناني من غير طائفه بده يشتري بمنطقه ثانيه بتقوم لقيامه، بينما على الغرباء ما بتقوم قيامتهم. انا اللي كان الشيعي واللي كان السني واللي كان الدرزي واي طائفه اللي كانت في لبنان، مجرد حامل الهويه اللبنانيه، انا بعتبره هو في شراكه مش شركه، في شراكه بينه وبينه. بس هي الحياه الحياه القانون الدستور العيش الواحد مواطن. لا نسيلي الدستور، انا بدي احكي انسانيا. لا ما نحن لا نعرف عنها باي دوله، يعني في شيء اسمه العيش الواحد، نحن في عندنا شيء اسمه العيش الواحد، ما بدي اقول العيش المشترك، في شيء اسمه العيش الواحد، نحن كلنا سوا كلبنانيين، لانه كلنا مجبورين نعيش مع بعضنا، كلنا سوا حاملين هويه وحده هي هويه هذه المشرقيه.
هيدا اللي انا بؤمن فيه. فاذا الهجوم على نبي الاولى انه ما حدا شايفه بالبلد، انه في هجمه والجرايد استخافت بعض الصحف اللي بيكتبوا فيها وبعض الصحفيين اللي بيهاجموا نبي الاولى على اساس انه نبي الاولى غير طائفه، ما حدا بيحكي فيها، ما حدا بيدافع عن نبي الاولى. حضرتك عم تحكي هلا ونحن عم نحكي بهذا الموضوع، بطلب منهم الشباب اليوم اللي عم بيحكوا هيدا الموضوع يقوموا فيه، انه شو هالمال السخافه. هدول الشباب اليوم عم بقول لك اذا بدهم يدافعوا عنك بدهم ما بدي يدافعوا عني، ما بدي يدافعوا يعني عني، انا بدي يدافعوا عن شيء اسمه الحياه الواحده بين بعضنا كلبنانيين، ساعتها بنرجع بنتدرج تنوصل لالغاء بس ستصابوا بشظايا الدفاع يعني. نعم سيصاب التيار بالشظايا اذا بده يدافعوا. طيب كلنا عم نصاب بالشظايا، بس التيار عم يصاب بالشظايا وغير افرقاء في لبنان. انتم تقولون بانكم لازم نسكت لكن طبعا يجينا بقوانينكم تقولون يا ناسي يا ناسي في شغله كمان الصحفيه، انتم بتساعدوا اوقات على اذا بدك تعكير تفكير الناس المزاج العام التعكير. لا 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 مزاج، لانه مجرد انه بدل ما تقولوا والله برافو عليكم كتيار وطني عم بتبلشوا اول خطوه من 1000 ميل لا الغاء. طيب بتجي بتقولوا لنا شو عم تعملوا؟ طيب شو فينا نعمل اكثر من عم نعمله؟ وين عم بتبلش؟ بنزقف مش بس بنقول برافو. ما قلنا لك شو عملنا؟ اول شغله مع حزب ديني في لبنان قدرنا نحكي نمضي ورقه انه بدنا نوصل لشيء اسمه دوله المواطنه، يعني لسيتوينتي بالفرنسي. لما نصير نحكي بالسيتوينتي، لما كل الطوائف بصير عندها حقوقها، المسيحي عنده حقه حقوقه، المسلم عنده حقوقه، الدرزي عنده حقوقه، كل الناس عندها حقوقها بالبلد، حتى اللي ما عندهم طائفه بصير عندهم حقوقهم، ساعتها انا بصير فيني احكي بالدولة المدنية. بس طالما اليوم بعد في بعتبر انه في مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية، كيف بدك احكي انا بالعلمنة؟ بدي بلش أول شيء اقنع هالناس انه لا أنتم مواطنين عندكم نفس الحقوق ونفس الواجبات. بس أوصل لإلها أنا أقدر أقول أنا كلبناني شو فرقاني معي هالقاضي اللي موجود، المهم يعطيني حقي كمواطن. حضرتك هودي كلهم هيدي بدها شغل، هيك بين ليلي وضحاها بدك تخلقي دولة مدنية. حضرتك زلمة علماني وتريد المساعدة بهذا الموضوع، اليوم حضرتك على الهواء، إذا قلت لك أحد الشباب اللي يعانون هذه المشكلة في منطقة الحدث بتساعده؟ أنا ليك بدي أقول لك شغلة، أنا معه وأنا بجانبه، بس ما في قلت لك ما الشغلة اللي مش عم تنفهم انه ما فيك تحلي كل مشاكل الرواسب الطائفيه اللي عمرها اكثر من 300 و400 سنه بلبنان بين ليله وضحاها وبين نقطه كثير صغيره هي منطقه الحدد او شيء شخصي. اليوم بدنا نحكي على الشكل العام، قلت لك في ناس اليوم في مسيحيين بحسوا على حالهم انه هن مغمونين، في شيعه بحسوا على حالهم مغمونين، في سنه بحسوا على... طيب انا ساعة اللي ببطل المواطن يحس على حاله انه هو مغبون، ساعتها انا بكون وصلت اول خطوه خطيتها انه في شيء اسمه مواطنه، يعني في حقوق لكل المواطنين بالتساوي. اليوم بتقولي لي كان بالدوائر العامه او كان في تساوي بين المواطنين اليوم؟ ما في مساواه بين المواطنين اليوم، لمن انا بالقوى الامنيه عم بخلق فرع يعتبر وكانه هو الزراع العسكري لطائفه معينه، شوفي وين عم بيروحوا هن وشوفي نحن وين عم نجرب نروح. فاذا البلد كله سوا بدك تبلشي خطوه خطوه، اوكي في ناس رح تكون تدفع ثمن بهالوقت هيدا، ولكن لازم يكون في نوع من التفاهم لحتى نقدر نوصل بوطننا لشاطئ الدوله المدنيه. بس ما الناس هيدا الاهم اليوم. الناس كلها اليوم عم تسال انه نحن هذا الدستور الطائف مثلا اللي فيه الغاء الطائفيه السياسيه من 90 لل 2011. لا انتبه، الغاء الطائفيه السياسيه هيك شعار اخطر من انه انا مش انا بدي مش الغاء الطائفيه السياسيه، انا بدي دوله مدنيه. الغاية الطائفية السياسية ما بتعمل شيء. اعطينا وقت لنشوف على ايام مين ممكن يتحقق هذا، يعني تتحقق وقت الاحلام بتتحقق وقت اللي عم بقول لك، وقت اللي بصير فيه وعي عند الناس، بصير فيه قبول بالاخر، مش نسمع كلام كل يوم. انا بجي اذا طلعت حكيت كلمه اليوم بفزوا علي على اساس طائفي مش على اساس كلام اللي انا حكيته، فهي وقت اللي بنوصل لها ساعتها بنكون طلعنا اول درجه. ليكي بالتغيير الانظمه، تغيير الانظمه بدك تطلع السلم درجه درجه، ولكن بمحاربه الفساد بتشطف الدرج من فوق لتحت بتنطفي، التنظيف بيكون من فوق لتحت ولكن الصعود بالانظمه بيكون من تحت لفوق. بدنا الناس يفهموا، ما فيك تحطي اليوم شوفي شو صار بتركيا، بتركيا خلقوا له النظام انه نظام علماني وغيره، شو صار؟ مصر رجع هلا عم بيرجع يحكوا بالدوله الاسلاميه. إذا ما في الهرم ما فيك تحطيه على راسه،
الهرم بدك توقفيه على قاعدته تيوقف، والقاعده هي الاساس بهالمواضيع. طيب القاعده هي الشباب اليوم؟ اكيد هي الشباب، نحن معهم للشباب لاخر درجه من طروحاتهم، هذا اللي عم نقوله، نحن معهم. غدا غدا اذا الاحد في تظاهره لاسقاط النظام الطائفي، شو يعني لما يقولوا الشباب نريد اسقاط النظام الطائفي، مين اركان النظام الطائفي يعتبروا اليوم بلبنان؟ اكيد مش نحن، مش كل المجلس النيابي لانه هو يرسخ هذا الدستور. طيب لكن نضرب الدستور، لكن نغير الدستور. طيب من نعدله، ما بيتعدى الدستور خلاص ملزم. فنغير الدستور، نغير نعطي صلاحيه صغيره اكثر لرئيس الجمهوريه، مش لانه مسيحي، انتبه، يصير يقدر يحكم، تيكون يقدر يكون حكم بالمعنى الصحيح بالبلد. مين بيمشي معك فيها اليوم؟ تدخل فيها كل العالم، بس كلكم مستمعين، سكتوا عن الدستور بالموازنة، كلكم مستمعين عليتوا الصوت، لكن خرقتوا الدستور بما يتعلق بالموازنة. وين خرقنا؟ كيف؟ لوين موازنات البلد؟ نحن مين موقفها اليوم؟ طيب بس ليش موقفينها؟ مش قالوا في اختلافات؟ مستمعين، مش انتخب رئيس جمهورية للبنان بما يخالف الدستور الحالي؟ كان عندك غير حل؟ ما نحن ما بقى عنا حلول، ما هي بقى عندك غير حل؟ الشعب اليوم عنده غير حل غير اسقاط النظام. اذا نبيل الاولى طلع اليوم، لا ما كان قصه طائفيه بوقتها، لا اليوم من ما بقى عندهم حل الشباب غير نبيل الاولى طلع. اذا نبيل الاولى طلع اليوم حكي بيقول انه رئيس الجمهوريه كان انتخابه غير شرعي، كوني اكيده رح تسمعي على بكره كل المستفيدين من الاصطياد بالماء العكر رح يطلعوا يهاجموا نبيل الاولى. نبيل الاولى عم بهاجم الرئيس الجمهورية المسيحي. نعم بسيطة، مثقبين. انا مش انا ليك انا مثل بقولوا بالفرنسي بلازي، بلازي يعني ما عاد تفرق معي، يعني انه قد ما يخبطوا علي ما عاد تحس بالخبيط اللي عم باكله، لانه عم باكل خبيط كثير، يمكن من ناس قريبين ومن ناس بعيدين عم باكل خبيط، لانه لافكار اللي هي انا لا اؤمن بالدولة الطائفية، انا لا اؤمن الا بالدولة المدنية ولا اؤمن الا بدولة الانسان. ما بؤمن بغير شيء، وانا مين ما بيسالني شو هويتك؟ بقول لهم هويتي مشرقيه لبنانيه، ونقطع على السطر، ولو بدي احمل 20 جنسيه غيرها، هيدي الهويه الاساسيه اللي على اساسها جذوري هون بهالبلد، جذوري هون بهذه المنطقه. دكتور نقولا بالانتقال الى ويكيليكس. شو رايك باللي قريته بالامس عن النائبين كنعان و فريد الخازن اللي هن زملائك بتكتل التغيير والاصلاح؟ يعني اولا خليني بلش لك، هيدا ببرهن اكثر واكثر مدى كان تدخل الامريكي لضرب العماد عون ولضرب التيار الوطني، من خلال اكيد هي الدخول في في قيادات التيار الوطني. في صار في خطا، انا ما بقول لك لا، خطا وخطيئه بنفس الوقت، لانه انا بالنسبه لي اذا كنت بضمن تكتل او بضمن تيار بعطي رايي جوات التكتل والتيار، اذا عندي راي مغاير مش عاجبني بنسحب وبعطي رايي. شو اسمه صار في خطا، ولكن نشكر الله انه هذا الخطا اللي صار بقي كلام بين اشخاص وشخص اللي هو بده يضرب العماد عون. قلت لك هيدا ببين مدى التدخل الامريكي لضرب العماد عون، يعني انه فاتوا على قلب بس العماد عون كيف يقرا هذه الامور؟ يعني لما يسمع انه كان في عمليه، كان في بهذاك الوقت عمليه، قلت لك ضرب لشيء اسمه العماد عون، لانه هو كان قوه الممانعه وهو كان السند اذا بدك من السند الاساسي لدعم المقاومه. بس انتم كنتوا عارفين هذا الجو؟ يعني انت لا ما كنا عارفينه، كنت تعلم انه النائب ابراهيم كنعان مثلا هو ضد التفاهم وغلط التفاهم؟ لا ولا مره، ولا مره صار، ولا مره عبر عن هذا الرأي، ولا مره. ليش عم بقول لك انه الانسان اللي بيكون انا ضمن تكتل، انا ضمن تكتل، اذا عندي راي بطرحه بالتكتل، يا اما بقدر انا غير راي الاخرين وبمشي انا وياهم، بس مجرد طلع القرار ما لي حق بقى انا كموجود اني ان اتصرف خارج عن تكتلي باي شيء اخر. انا ليك بهالموضوع لو بدي اكون خيي بحكي الكلام، لانه لا هو لفت صراحتك، انا صريح بهالموضوع بقول لك كان خطا من زملائي، ولكن نحمد الله انه بقي كلام، ولكن بكل الامور كانوا ماشيين ضمن توجه العماد عون. كيف يحاسب التيار الاخطاء اللي بترتكب؟ يعني بالسابق الى ان تنزل خطأ كلامي، خطأ كلامي وبقي ضمن الكلام ما غير شيء على الوضع،
لانه بس هذا بده يسيء للعلاقه، يعني لما حدا يكون مثلا يعتبر بانه حزب الله اليوم يسعى لوضع نفسه بالموقع السلطه الاعلى في لبنان، ضروره يتحدث عن ضروره حصول شراكه بين العماد عون والسنيوره لضرب حزب الله، ويعتبر مثلا حرب تموز التي وقف فيها العماد ميشيل عون الموقف الداعم الى النهايه، بيعتبر ان عمليه حرب تموز تهور تهدد وتهدد بتدمير ديمقراطيه لبنان واعادته الى الاحضان السوريه. الكلام منسوب للنائب ابراهيم طلعان. طيب اوكي، انا قلت لك اذا كان هالكلام قيل على لسان او فهم من قبل فلتمان بالحالتين، انا كنبيل الاولى بحكيكي، انا كشخصي كنبيل الاولى نائب في التيار الوطني وتكتل تغيير الاصلاح، ما بسمح لفلتمان اول شيء يسالني سؤال من هالنوع، او اذا سالني بيكون جوابي مثل جواب الاستاذ جبران باسيل. زمط الاستاذ جبران باسيل؟ لا مش زمط، هيدا خيار لمن اليوم في كثير بجربوا ينتقدوا الاستاذ جبران باسيل، فبس عم ببين لك انه الاستاذ جبران باسيل هو يمثل اذا بدك عقيدة العماد عون، نبيل الأولى بيمثل عقيدة العماد عون. إبراهيم كنعان ما بيمثلها؟ بلا بيمثلها، قلت لك وقع بخطأ، كل إنسان بيقع بخطأ معين، وقع بخطأ بهذا الوقت. حدث مع العماد عون من بعد؟ ما بعرف، ما عرفت، ما عرفت شيء، حتى قلت لك ما سألته كيف كان وكيف كان الحديث وليش صار هالحديث هذا، ما سألته، بس شو ما بدها تكون الأسباب، قلت لك في خطأ ما حدث، هالخطأ اللي حدث نحمد الله انه بقي خطا كلامي ولم يكن خطا اذا بدك استراتيجي. ايضا بعلاقه عفوا بالانتقال الى علاقه عماد عون والرابي مع بكركي، العلاقه المتجدده، حديث لعماد عون عن الكنيسه المتجدده، في علاقه ممكن فعلا ترسخ مع المطران الراعي؟ بطرك هذا صار بطرك. يعني اولا بدي اقول لك على عماد عون، هو صحيح رجل مؤمن عنده ايمانه اللي هو خاص فيه، وفي علاقات معينه بالسياسه هو عنده رايه السياسي. هلا بدنا ننطر لحتى نشوف سيدنا البطرك كيف بده يكون توجهه السياسي، ونحن قال انه التجدد عماد عون قال نتامل انه يكون هالتجدد بالكنيسة يكون في كمان تجدد بالمواقف، ما نبقى تبقى البطرقية المارونية في موقع في بعض الأحيان كان وكأنه موقع متحجر أو موقع منزوي أو غيره. نتأمل اليوم البطرقية المارونية اللي هي مجد لبنان أعطي لها أنه ترجع تلعب الدور الوطني اللي كانت تلعبه سوا، الدور الجامع لكل اللبنانيين. ما بدي اقول تكون على مسافة وحدة، على مسافة وحدة يعني ما بتعمل شيء، بالعكس تماما، انه هي تجمع كل اللبنانيين من كل الطوائف وتعرف وين الخطأ اللي حدث بالسابق، انه تقدر اليوم تصلحه ونرجع نمشي بالطريق القويم اللي هو علاقاتنا مع بعضنا والقبول بالاخر. نحن عم نتابع اساسا بالقسم الثاني من الشاشه الاستقبالات المهنيين. هو كان صديق لإلي الايام، كان راهب يعني، وصديق انا مع العائله ككل، مع اخوته واولاد خيه، فبتامل انه يكون ما عهدناه وعرفناه في السابق ايام ما كان راهب انه يكون بعده بنفس التوجه. نقل انه العماد عون اعتذر للبطريرك صفير عن المرحله السابقه. ما سمعت هالكلام هذا، ما سمعت انه اعتذر. لا 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 لانه البعض انه بيعتذر، ما هيدا البعض اللي ساله انه اذا اعتذر يعني لا. هو غير مقتنع بمواقف سابقه. لا 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 ما سمعت هالكلام هيدا، وبعدين شو بده يعتذر لعماد عون؟ ايضا شاهدنا سابقا السفير الايراني يبدو في بكركي لتهنئه البطريرك الراعي، وحزب الله سيكون من ضمن المهنئين. ممكن بوصول البطريرك الراعي او بالاحرى باستقاله البطريرك صفير تكون فتحت صفحه جديده مع بكركي؟ قلت لك ما انا عم بقول لك انه بتامل انه تكون في هذا التجدد اللي حكى عنه العماد عون، انه يكون في تجدد بسياسه البطركيه المارونيه، ترجع البطركيه المارونيه لعهدها ولتاريخها القديم اللي هي كانت جامعه لكل اللبنانيين، مش بس للبنانيين، كانت جامعه للمنطقه ككل، لانه الكل بنعرف على ايام العثمانيين مثلا لولا ما كان في شيء اسمه الرهبان والبطركيه المارونيه بهداك الوقت، بعتقد كنا اليوم كلنا بنحكي تركي. ايضا بالانتقال الى ملف الحكومه، اليوم
يقال بانه في عقد اسمع مجددا، يعني كما كل تاليف لحكومه من فتره لليوم، انه في عقد اسمع قبضه العماد ميشيل عون. شو هي العقده فعلا بعدم تشكيل الحكومه حتى الساعه؟ ليكي مش عقده العماد عون، عماد عون معقدهم. معقدهم هالقد؟ اكيد، لانه مش معودين بلبنان على ناس يكون عندها مواقف صلبه، مش معودين على ناس اللي بيقول انا بدي حارب الفساد، وخصوصا الفساد المالي والفساد الامني وغيره، انه يروح بلبنان، لانه تعودوا بلبنان على التسويات. انه هيدي هلا نيل عماد عون بيحكي بكره مظبط الامور، مش معودين على شخص صلب ما بيساوم ما بيراهن، عنده خيار وبيروح بخياره للاخر. طيب بس هلا وعنده رؤيه، شو اللي اليوم هو مصمم عليه مثلا؟ مصمم عليه هي اليوم انه محاربه الفساد داخل السلطه ككل، داخل لمن بنعرف. بدي اقول لك شغله، قاعدين يحكوا بوزاره الداخليه، لتاريخ اليوم قال العماد عون لم يعرض عليه اي شيء، كله عم نسمع حكي بالصحافه، مزبوط؟ هلا في ناس بيقولوا زار الوزير بارود زار العماد عون. طيب مين عرف شو حكي الوزير بارود مع العماد؟ ما عرفته شو حكي معه؟ لا نحن ما عرفنا، وهيدا بضل العماد عون يحكي فيه او للوزير زياد بارود يحكي فيه. بس بالتكتل شو كان موقف؟ يعني الاسبوع الماضي باجتماع التكتل اكيد الحكومه كانت مطروحه. لا هيدا الكلام عم بقول لك انه لا هالتاريخ هيدا لتاريخ نهار الثلاثاء لم يعرض اي شيء على العماد عون. طيب هو ماذا طلب؟ اذا لم يعرض عليه شو بده؟ ناطر طي يعرضوا عليه حتى يقول لهم. بس اللي عم بيقول انا مثلا بدي 12 وزير اذا كانت حكومه 30 عم بيطالب بش عم بيحكي بالعموميه انه بالنسبه لي كانا اكثريه اذا بدك، وللاسف كاكبر كتله نيابيه اليوم من اللي دعمت الرئيس مئاتي، الي حق انا بهالعدد وهالحجم اللي عندي انه يكون عندي عدد كذا من الوزراء داخل الحكومه. اللي هن 12 وطلب 12 و13 و11 ما بعرف قديش، يعني انه تعالوا اعرضوا علي لحتى نحكي، انه هو قال يكون عندي العدد عد حجمي. طيب بوزاره ما حدا عدد. نعم البعض يقول بانه الرئيس ميقاتي مش مع اساسا انه تكون للتيار الوطني الحر خوفا من الانتقام. طيب ليه مين قال؟ نحن بكل وزاراتنا اللي اخذناها، بوزاره الطاقه الاستاذ جبران باسيل قام بعمليه انتقاميه ضد حدا شيء. ما كان السلف من ذات يعني من المؤسسات اللي موجوده بتعتبريها مؤسسات نظيفه؟ لا عم نحكي السلف، الوزير السلف. لا انا شو بدي، انا بحكي المؤسسات الموجوده والاشخاص الموجودين، السلف يمكن ما قدر يعمل غير شيء لان كانت عمليه تسويات، بس اجى يا هل ترى دق بحدا بشيء من الموظفين؟ انا بقول لك في احد على راس مؤسسات، انا مثلا شخصيا لو انا كنت محل الاستاذ جبران باسيل انا كنت وديته على بيته، انا كنت وديته على بيته، ولكن الاستاذ جبران باسيل تعامل مع الوضع انه على اساس حسن ادائك لحتى لي ما نضطر انه المحاسبه تكون على الاداء، مش قصه كيديه. وبوزارة الداخلية نفس الشيء، أو بوزارة الاتصالات. أنت جايين على وزارة الداخلية حاملين شعار إسقاط اللواء ريفي والعائد حسن. لا مش قصة إسقاطه، انتبه. شو بدكم تعملوا؟ قام بارتكابات، أنت بترفضي إنه ما قام بارتكابات اللواء أشرف ريفي؟ لما أنا نائب في المجلس النيابي بطلب، أنا عم بسأل الحكومة بيجاوبني هو. طب هيدا ارتكاب، هيدا ما له حق يجاوبني هو، اللي بيجاوبه الوزير المختص بيطلع وبيجاوب، وقت اللي انتقدته صفى بدهم يحط يافطات بطرابلس، شو قام عمل وزير الداخليه؟ حاسبوا شيء؟ طيب بس هو ضمن اللي كان عم بيقدر يعمله كان عم بيحاول يحاسب الوزير. شو ضمن اللي بيعمل يعني؟ شو يعمل هذا الضمن؟ هيدا الموضوع ضمن، ما بقى في شيء اسمه ضمن، يا بدنا نبني دوله يا بدنا نترك الدوله مزرعه، ما بعدك عم تحكي. كيف بدي اوصل انا لنظام اوصل لشيء اسمه الدولة المدنية اذا بعدني ماني قادر اني حاسب مدير اعمال على اخطائه؟ مش عم بيجي حاسبه على طيفته، عم بحاسبه على اخطائه، ماني قادر اني حاسبه على اخطائه. واحد اثنين، لما في فرع معلومات اللي هو من 70 او 80 شخص بصير 2400 شخص دون اي توجه قانوني له، ما في اي قانون، وعم بيصرف اموال القوى الامنيه بدون اي قانون، بدون العوده الى مجلس النواب، بدون عوده الى المؤسسات. طيب ما قدر يوقفه كوزير. واحد اثنين، قدر يغير شيء بالضباط، يعمل عمليه تنقلات بين الضباط، شيء قدر يعملها؟ بس هون في راي يقول اليوم انه ان ياتي وزير عوني او وزير من التيار الوطني الحر
ويقوم بهيدي كل بدنا نطبق القانون مطرح ما المفروض ويطبق القانون محل ما المفروض، رح ياخذوها الناس على اساس استفزاز. بينما اذا دعوا هذا دور وزير هذا دور كنتم كصحفيين ما تشجعوا يلي عرفتي كيف بيتناولوا دائما الامور واللي بيتخبوا ورا طوائفهم. انا لما بدي حاكم اكس من الناس مش عم حاكم طيفته، انا عم حاكمه لانه مش عم حاكم طيفته. حتى حتنتقموا سياسيا من تيار ليش بدي انتقم سياسيا؟ بينما ليه ما بتدعموا حدا مثل الوزير بارود على ان يقوم هو ويكون له هذا الدعم؟ يعني خمس سنين ما قدر عمل شيء، بعده هلا نيام طالب بدي خبرك خبريه، قال في واحد كان ضعيف طلع شاف رجال قبضاي هيك وكله عضلات، قال له انت انا كيف فيني كثير مثلك؟ قال له بسيط اعطينا 10000 دولار هلا، اليوم نحن قد ايه بالشهر؟ نحن ب 30 اب، 30 اب سنة الجاية بتكون مثلي، قام اعطاه 10000 دولار. نطر 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 هيدا، صار ب 29 شهر اب وبعده سعلوك الزلمة، اجى عليه قال له يا صاحبي أنت وعدتني إنه بعد سنة أنا بصير مثلك هيك عندي عضلات. قال له إيه؟ نحن قد ايه بالشهر؟ قال له 29 اب. قال له ليه مستعجل؟ بعد ما وصلنا ل 30 اب. بنضحك على بعضنا، اللي خمس سنين ما قدر ضابط اخذ دعوة بمجلس شورى الدولة وهو رجل قانون. انا مش عم بحط حق عليه انتبهي، انا عم بحط على اللي وراه اللي ما كانوا يسمحوا له. مين ما كان يسمح له؟ الرئيس سليمان. هو بيعرف الرئيس سليمان. ممكن ما كان يسمح له. ممكن لما ضابط، عم بقول لك ضابط طليع دورته، بيفتح دعوة وبيربحها على القوى الأمنية وبياخد دعوة مجلس شورى الدولة، له خمس سنين هذا الضابط لتاريخ اليوم بعد ما عطوا حقوقه، بتلاقيها مضبوطة هيدي؟ هي واحد. اثنين، قائد منطقة يفصل لمدة ست أشهر، بينحط بتصرف الوزير لمدة ست أشهر بالقانون تبع القوى الأمنية، بعد ست أشهر بده يجتمع المجلس القيادي لحتى يغير له وضعه، وإلا بيرجع على وظيفته الأساسية. له ست سنين هذا الضابط ما عرف حاله والله وين حاطه. ناس وفصل اساسا. هيك وفصلوه، هلا بيفصلوه، بصير بالضباط انه بفصلك ست اشهر، لهم حق بالعمليه فصل ست اشهر. فصلوا. طيب وين وبعده مفصول من ست اشهر؟ شو بيقول الوزير بسيل، الوزير بارود بهيك؟ لا جواب. انا سالته انا هاي القضيه، واذا انا عم بغلط هلا على الهوا بدعي للاستاذ زياد بارود يكذبني اذا انا عم بقول كلام غير صحيح. شو قال لك؟ قال لك لا جواب؟ ما جاوبني. ما بيجاوبني. لك انا نائب مزبوط ولا لا؟ لما انا في علي خطر واجيني تهديدات كثيره بطلب منه كوزير داخليه انه بدي انا دركه واحد لا يقدر يكمل الحمايه تبعي، ما بيقدر يامن لي كوزير، ما بيقدر يامن لي دركه بيقول لي بدها مجلس قياده وبدها ما بعرف مين وبدها ما بعرف مين تيعطيني، لما بعرف انه 60 دركه و70 دركه بينفصلوا لاي انسان اخر لانه نايب ولا عنده اي صفه. طيب هيدا وزير داخليه اذا ما بيقدر يقوم مهام وزارته. انا ماني عم قلت لك انا احترم هذا الشخص وبحبه كثير وفي علاقه عائليه بينه وبينه، ولكن انا بتعرفي لي صراحتي، انا لو اخي خيي اللي من دمي من لحمي ودمي بده يغلط بدي يقول انه غلط، مين ما بده يكون هذا الشخص. هلا ما قدر عمل ينسحب ويقول انا ما قدرت اعمل، بس ما يرجع يعيد الكره يقول رجعوني وبكره بتشوفوا شو بدي اعمل. بس هون اليوم يعني حضرتكم عم تحكوا عن هذه الارتكابات، بوجهكم رئيس الحكومه الحالي الحكومه المكلف نجيب ميقاتي يقول بانه انا بعرف كفاءة هؤلاء الضباط تحديدا لواء ريفي والعائد الحسن، انا عينتهم لايامي. عينوا بيعرف بس عرف شو عملوا مخالفات؟ ما شكله هو ناوي انه يطلع مش ما قال ما بدي استعمل الكيدية، مزبوط نحن معه ما بنستعمل الكيدية، ولكن اذا انا فرجيته قديش في مخالفات بيتركهم بس لانه هو بيعرفهم هو عينهم؟ مش منطق هيدا. يعني لحد اليوم فينا نقول بعدكم ماسكين بوزارة الداخلية كمان؟ نحن أي وزارة اللي كان نحن بالنسبة لنا فيها فساد بدنا نحكي بالفساد الموجود اللي أعطيت لنا أو لم تعطى. بس وزارة الداخلية ما رح تقبلوا إنه ترجع تكون من حصة رئيس الجمهورية؟ لا مش ما رح نقبل، قلت لك هذا الموضوع خارج عن البحث هلا بوقت الحاضر، ولكن نحن نتمسك بإنه يكون نحن في تفاهم او في اي شيء على وزاره الداخليه، لانه في امور بوزاره الداخليه كانت موجوده لا يمكن ان تستمر، لانه الامن بدي اعطيكي شغله مضبوط.